أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا الطالبتين العبقريتين داليا وديالا. يلا عرفوا عن أنفسكم. يلا يا داليا. أنا ديالا وأنا من سنة رابع. أيوة ديالا من سنة رابع. ونعم وداليا دحين طالعة خامس. أو ما شاء الله عليك، جميل. وأنت؟ جميل. الآن اتعلمتوا الحساب الديني، أنتم في أي مستوى الآن؟ المستوى الثاني. استفدتوا من الحساب الذهني؟ ايوه. جميل جميل. وايش تنصحوا الطلاب والطلبة الآن؟ ماذا تقولون لهم؟ انه هم يعني يسمعوا، انا مره فرحانه انه هم جالسين يعني يتعلموا معايا. ممتاز أختي. جميل جميل. يلا الآن بنسألكم على العمود الأول وبعدين العمود الثاني. Are you ready؟ حاضر. يس يس. انجليزي؟ يلا بالانجليزي. ايوه. بلس 2 بلس 1 بلس 5 بلس 1 ماينس 3 ماينس 1 بلس 2 بلس 1 انسر 8. 8. يا سلام عليك، ممتازة ممتازة يا ديالة وداليا، ممتاز. يلا ناخذ بالعمود الثاني الحين. يلا 22 بلس 55 ماينس 10 بلس 30 ماينس 20 بلس 2 ماينس 3 ماينس 20 انسر 56. 56، رائعة جميل. 56 ممتازة ديالة. والآن ديالة في أي صف أنتِ؟ رابع طالعة خامس. وداليا في أي صف؟ طالعة ثاني. طالعة ثاني ما شاء الله، وتعرف شطورة. تحبي الحساب الذهني يا داليا؟ نعم. نعم جميل جميل، وخليش دائما متفوقة. الآن نبغى كلمة إلى زميلاتكم وزملائكم أيضا في الدراسة، ماذا تقولون لهم؟ شكرا عشان جالسين يسمعوا لنا، والله يوفقني ويوفقكم كلكم. يا سلام عليك المعلم. يا سلام، كلامك جميل رائع. شكرا شكرا. يلا مع السلامة، إلى اللقاء. السلامة. مع السلامة. مع السلامة. باي باي.